السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد. أنا في قناتنا المدرسة للجميع، صفحة 64، مستوى ثالث ابتدائي، كتاب فضاء الرياضيات. أكتشف وأتمرن، أستعين ب 28 قرص وأوزعها بالتساوي بين 7 طفلات، أحيط بخط عدد الأقراص التي حصلت عليها أو حصلت عليها كل طفلة وأكمل الكتاب. إذن عندنا 7 البنات، ركز معايا مزيان، عندنا 7، 1 2 3 4 5 6 7، 7 ديال البنات، وعندنا 28 قرص. خصنا نحسبو شحال من قرص غادي يجي للبنت. مثلا نديرو 1 2 3، 3 لهادي، 1 2 3، 3 لهادي هما 6، 1 2 3 هما 9 لهادي، 1 2 3 12 لهادي، 1 2 3 3 لهادي هي 15، 1 2 3 18، 1 2 3 21، 1 2 3 24، 1 2 3. إذن ما خدامش هادشي، هذا ما غاديش يجيهم 3 لواحد. إذا غنجربو شي عدد آخر، حاولوا نحسبو نعطيهم 4 للوحدة، يعني كل بنت تاخد 4. 1 2 3 4 ديال هادي، يعني 4 ديالها. 1 2 3 4 4 ديال هادي مولاو 8. 1 2 3 4 هما ولاو 12، يعني 3 البنات خداو 12. واحد جوج تلاتة أربعة هما ولاو 16. 1 2 3 4 هما ولاو 20. 1 2 3 4 هما ولاو 24. 1 2 3 4 هما ولاو 28. إذن الجواب هو 4 4، يعني 4 ديال هاد الكرات أو 4 أو الأقراص لهاد الفتيات. كل فتاة عندها 4، إذا هذه الفتاة الأولى عندها 4. استعين ب 28 قرص وأوزعها بالتساوي بين 7 طفلات، أحيط بخط كل عدد الأقراص التي حصلت عليها كل طفلة وأكمل كل كتاب، يعني كل وحدة تاخد 4 ديالها. هذه 4 ديالها، هذه 1 2 3 4 4 ديالها حتى هي، و 1 2 3 4 4 ديال هذه حتى هي، 1 2 3 4 ديال هذه حتى هي، 1 2 3 4 4 ديالها حتى هي، يعني ديال هادي. واحد عفوا 1 2 3 4 4 ديال هادي، 1 2 3 4 4 ديال هاد الأخير. إذن 1 2 3 4 5 6 7. إذن غادي نكتبو، غادي نجيو هنا وغادي نكتبو 4 في 7 تساوي 28، يعني هاد 4 هادي ضربناهم في هاد العدد ديال البنات عطاونا 28، يعني 4 في 7 كتساوي 28. إذن و 28 إلا قسمناهم على 4 شحال المجموعة غادي تجي؟ 1 2 3 4 5 6 7. إذن 28 مقسومة على 7 كتساوي 4. ونصيحة للآباء كنقولها ديما في الفيديوهات ديالي ديال الرياضيات، إلا بغيتي الإبن ديالك يكون متفوق في الرياضيات وما يكونش عنده إشكال في الرياضيات، إجباري عليه وضروري جدا يحفظ جدول الضرب من 1 ل 9، يكون ضابط جدول الضرب كيف ما راح تشوف. هاد الدروس ديال الثالث ابتدائي كلها دايرة على جدول الضرب والقسمة، وما كناش نقولوا جدول الضرب بلا القسمة. القسمة ما كاينش بلا جدول الضرب، القسمة كتقوم على 3، جدول الضرب والناقص والقسمة، يعني ديما قايمة على 3، هادو هما 3 الأساسيين ديالها. رجعوا للدرس ديالنا، هادي كانت نصيحة للآباء. واخا لهنايا أكمل ملء الجدول وأكتب كل عدد ناقص عدد الأقراص في كل مجموعة. 1 2 3 4 5 6 7 8، هنا عندنا 8، يعني هذه مجموعة، عدد المجموعات. دابا نحسبوا شحال عندنا من مجموعة، 1 2 3 4، إذن 4 مجموعات، عندنا 4 المجموعات. هنا العكس، هنا عندنا عدد المجموعات 3 وطالب منا عدد الأقراص في كل مجموعة. هنا طالب منا نحسبوا شحال من قرص عندنا، 1 2 3 4 5 6 7 8، إذن 8، هنايا حتى هي 8، 1 2 3 4 5 6 7 8. إذن المطلب الثاني هو 8 في 4، شنو هي 32؟ نحسبو 8 في 4، 1 2 3 4 5 6 7 8، 9 10 11 12 13 14 15 16، 17 18 19 20 21 22 23 24،
25 26 27 28 29 30 31 32. اذا 4 8 في 4 كتساوي 32. اذا نشوفوا هنايا 8 في 3 شحال كتساوي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. هادي كيمثل لينا 8 في 1. دابا نشوفوا 8 في 2. 8 في 2 يعني 9 10 11 12 13 14 15 16. 8 في 2 كتساوي 16. 8 في 3 1 2 3 4 5 6 7 8 هي 24. اذا 8 مثلا في 1 هي 8. 8 في 2 هي 8 زائد 8 اخرى. 8 في 3 هي 8 زائد 8 زائد 8. اذا 24 كتساوي 3 في 8. اذا 24 نقسموها على 3. 24 الى قسمناها على 3 شحال تجينا من مجموعه؟ وكل مجموعه شحال فيها؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. ها مجموعه جوج ثلاثة. إذا 24 مقسومة على ثلاثة كتعطينا ثلاثة المجموعات، وكل مجموعة فيها ثمانية. 32 مقسومة على ثمانية. هاد 32 هادي ثمانية 16 24 32. إذا قسمتيها على ثمانية غادي تجيك أربعة المجموعات. ها مجموعة ها جوج ها ثلاثة ها أربعة. وزع بالتساوي الأقراص على ثلاثة صحون، كلما شطبت على قرص أرسم بدله قرصا في الصحن وأكمل. شحال عندنا من صحن؟ واحد جوج ثلاثة، عندنا ثلاثة طباسة. شحال عندنا من قرص؟ واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداش اثناش. عندنا اثناش، أيوا غادي نبداو نرسمو هنا واحد وهنا واحد تنساليو. راح جيد. ها القرص الأولاني شطبت على هذا، ها القرص الثاني أنا شطبت على هذا، ها القرص الثالث انا شطبت عليه راح جيدا. انا شطبنا على ثلاثة، حنا رسمنا ثلاثة. دابا نبداو ثاني نرسمو الثاني هنا. انا رسمت جوج شطب على هذا، انا رسمت الثاني هنا انا شطبت على هذا، انا رسمت الثاني هنا انا شطبت على هذا. دابا رسم الثالث، انا رسمت الثالث هنا انا شطبت على هذا، انا رسمت الثالث هنا انا شطبت على هذا، ارسم ثاني الثالث هنايا انا شطبت على هذا. اذا شحال بقاو لينا؟ ثلاثة. واحد جوج ثلاثة، شحال بقى لينا من صحن؟ بقاو لينا ثلاثة صحون. انا رسمت واحد هنا انا شطبت على هذا، انا رسمت واحد اخر هنا ها انا شطبت على هذا، انا رسمت واحد اخر هنا انا شطبت على هذا. اذا كل صحن فيه اربعة ديال الاقراص. اذا ثلاثة في ماذا اللي كنحصلو على 12؟ اذا ثلاثة في اربعة، ثلاثة في اربعة 12. اربعة واحد جوج ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية 10 11 12. 3 في 4 كتساوي 12. 12 مقسومة على 3. هاد 12 القرص هذا ملي قسمناهم على 3 الصحون شحال جانا من قرص في كل صحن؟ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. اذا جاتنا 4. 12 الى قسمتيها على 4 تجيك 3. مثلا عطاكم الاب ديالكم 12 درهم وانتوما 3 ديال الاخوه، يعني هادوك 12 درهم قسمتيها انت وخوتك، يعني نتوما رقم ثلاثة الإخوة عطيكم 4 دراهم. مثلا بابا كيعطيك كل نهار 3 دراهم، عطاك اليوم 3 دراهم وغدا 3 دراهم وبعدو 3 دراهم وبعدو 3 دراهم، يعني 2 عطاك 3 دراهم و3 3 دراهم والأربع 3 دراهم والخميس 3 دراهم لمدة 4 أيام. يعني 3 دراهم مضروبة مدة 4 أيام غادي تجيك 12 درهم، هي هادي 3 في 4. هنا بابا عطاك 12 درهم وقسمتيها نتا وخوتك اليوم 3، نتا وخوك والأخ ديالك الآخر خصهم شي 3 تجيكم 4 دراهم لواحد. هنا غادي نكون ساليت من تمارين صفحة 64 فضاء الرياضيات مستوى ثالث ابتدائي الدرس رقم 13. لنضرب لكم موعد من جديد في درس آخر وفيديو آخر تعليمي. إلى اللقاء.